وصلوا؟ وصلوا كلهم بعض سيدي وزير الحربية سيدي خزندار. سيدي خزندار صاحب النخبة، علاش ما بعثتش نعرضوا لك باب الوزارة؟ خلينا في المفيد يا باشا. خير الدين، استنى مازلت حاجتي عندك. هاي كيفاش؟ كيما حكيت لسيدي وزير الحربية، أميرة الخليل كان يرافق في موكب سيدنا المروح من المحمدية. وقت اللي خلط الباردو ولقى عسكر زواوة مصفين في غير مضاربهم، طار نعيمه. أي ضرب ولا ما ضربش؟ ضرب سيدي مصطفى. وعلاه مشى يشكل سيدنا؟ يعرفهم صاصعين. دار خاف لا يعملوا له حاجة يتورط. سبق بالشكوى سيدنا باش ما يرجعش عليه اللوم. اللي أهم سيدي مصطفى، تريد الحكاية قبل ما يوصل الخبر لباقي عسكر زواوة، ولا وقتها بالمنجب باش تولي فتنة؟ وعلاه ما تتوقوش القشلة؟ الأميرة لا يرستهم خيلته في ساحة القشلة، وعسكر زواوة ضباطهم برك مسلحين. المفيد يسلموا الحرم صاصعين. أنا خاف تقوم فيها حمية وقت يصعب لمانها، بالخصوص اللي بينهم وبين مخزن السلاح حيد. ما لا نعلمك، قامت الحمية وكبرت النازلة. مات منهم واحد والبقية سكر على أرواحهم. والخبر وصل لسيدنا قبل ما يوصلنا. مرسولو هاو البر يستنى. وشنو هي رأي سيدنا؟ يحب فوج طبجية ينصبوا مدافعهم فوق العلية المقابلة ويمحقوا القشلة. مش تمحقوا القشلة بكلها؟ اش قال سيد مصطفى؟ رأي سيدنا أصلح، واللي قالوا سيدنا ذاك اللي يمشي. خير الدين، فوج الطبجية باش يكون تحت إمرتك، أعمل اللي تراه صالح. المهم الكمشة تفش يقفوا قدام سيدنا في أقرب وقت.